السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالخير. هذا المساء أنا سأقوم بنقل أو بعملية تشتيل أو أخذ عقلة من نبات العنكبوت. بالنسبة لهذا النبات فهو متميز عن باقي النباتات بأن له نباتات صغيرة تخرج من ساقها المتدلية، نباتات جاهزة تماما للغرس، طبعا ليست كالعقل الأخرى، لذلك هي أسهل عملية تشتيل في هذا النبات. العنكبوت يتميز عن باقي النباتات بأنه أسهل أو سهل جدا في التكاثر أو في الإكتار، سهل جدا. ها هي كل ما وجدنا مثل هذه النباتات الصغيرة نقصها من هنا من هنا وننقلها إلى إناء فقط وتنمو بكل سهولة وبساطة. هذه أنواع العنكبوت الرائعة، ها هي النباتات الصغيرة، أسهل ما يمكن فعله هو القص فقط ووضعها في إناء. ها هي ما شاء الله في كل مكان، ها هنا هنا هنا، ها هي هنا في كل مكان نجدها. فقط نقص وننقل إلى التربة كل بساطة بكل سهولة. نأخذ إناء تشتيل، ها هو مثقوب من الأسفل، نضع فيه تربة طبعا خفيفة لتسهيل خروج الجذور. هنا تربة بيتموس، هذه التربة خفيفة، ها هي تربة خفيفة، إناء مثقوب، ونأخذ نبتة صغيرة من هذه السيقان المتدلية، نحاول بحث عن نبتة كبيرة في الحجم. ها هي نبتاتها، انظروا من الأسفل نرى الجذور، هنا الجذور تخرج بسهولة من هذه المنطقة، أحيانا تخرج وهي متدلية في هذه السيقان. ها هي نبتة، سأختار نبتة كبيرة نوعا ما في الحجم، ها هي هذه، ها هي هذه كبيرة نوعا ما، أقصها فقط هنا أسفل الساق، في الساق أسفلها فقط بواحد سنتي فقط، هكذا بكل بساطة وبكل سهولة، ونضعها في الإناء. سهلة جدا، أسهل ما يكون، أسهل نبات في الإكثار هو نبات العنكبوت، مضمون إن شاء الله نموه بكل سهولة، لأن هذه النباتات الصغيرة فيها جذور صغيرة تخرج بسهولة في وقت قصير. هكذا ونعطيها طبعا ريا مشبعة في البداية، هكذا هذه عملية سهلة جدا في تشتيل أو نقل شتلات العنكبوت الرائعة. هكذا فقط نتركها في مكان مظلل لتنمو، ولما تكبر إلى حجم معين ننقلها إلى إناء أكبر أو إلى عصيص أكبر. وبهذه الطريقة نحصل على عدة نباتات من نبات الأم العنكبوت، النبات الرائع والسهل العناية وسهل الإكثار. وشكرا لكم على المشاهدة.